وبعدين يا ساتر بالحار، ان شاء الله طلع اخوها. اي لا 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 يا ناري، ولا وجهها اصفر حتى هي. اي طبعا نشد بالله، اللي هي صدمه به يا ودي، فاتني بالله. هاي شو بندير؟ هاي شي طيب قال لي شي، يعني احترمي احترميني واني نبني نتفرج على المباراه، المسلسل هذا شو فيه حتى في الاعاده. خفت منه سكت وخلاص، مش بحتاج خساره الحلقه. اي به اسمي يا ريما يا ريما، غير سكري سكري بعدين تو نكلمك. هاي بكلامها تو. لك كتر الدواء وكتر الشك، هذا كان يلقى يهديها والتاني يبي هتفك، موجوعة وتلاقوا عليها هذا يربطها هذا يفك. لك شو رايك في اللوك الجميل الجديد هذا؟ هي لك والله جديد، شعر واحد ونظارات وماركات وجو بايبة. تو هيك عاجبك؟ ها عاجبك لما يقعدوا جاراتي مقعمزين عليها هذيك الشاهي واللمة القنينة ويقعدوا يحكوا على المسلسل، وانا ما ندري على شيء ولا شفت حتى حاجة، شنو نقول لهم يعني؟ والله راجلي حكم علي وحلف لي قال لي احترميني يعني بنشوف المباراة، ما نبيش المسلسل، شوفيه في الإعادة، هذا مش فالح. حتى هي مباراة الكأس يا للا، ما علاش تشوفيها مرة ثانية؟ والله عادي جدا بالله عليك. اي بدل باه فالح، وانت علاش ما تشوفش المباراة مرة ثانية؟ ما علاش، انا هيك عقلي قال لي. باه وشن ثاني؟ باه ها؟ باه وشن ثاني؟ شن ثاني؟ قولي انت شو تبي؟ دائما مثلا كيف ما نمشيش للشارات وما نشوفش المسلسلات، منين بنعرف الاخبار؟ منين بنعرف الحاجات؟ تعرفي الاخبار؟ ايه شنو اخبار شنو اللي تباه؟ اخبار الناس والجيران والشارع كله، يعني هيك متسلل يعني، مش يقولوا فيها مش انت فالح في المباراه. تسلل شنو؟ تحليل شنو؟ ما تقولي ليش ولا انت تخدمي في قناه السلام الرياضيه؟ ما حق انت ولد تندري، ثاني ما قلت لك شنو بتقولي؟ احنا كل يوم انا وجيراني حل الباهيات نديروا في اجتماع كان من صالحه هذه جادة الجانب الاقتصاد، هب 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 هب. وكان من فاطمة هذه حنة شادة العلاقات الخارجية، هب 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 هب. ايه ويا حنة فوزية صاحبتي الغالية هذيك شادة شنو كل الحاجات الاجتماعية، هي وليلى حشيشتهم الحاجات الاجتماعية. راجين يا راجين 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 تو نجيك تندر على شي انت باهي الكورة بس باهي. ماما من راقب الناس مات هما يا زاهية، وانت شنو شادة يا للا ترى قولي لي؟ أنا عاد شادة اللجنة الأمنية. هب 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 هب. اللجنة الأمنية، أي شيء في الشارع لي علاقة بالجيران أي حاجة في الشرطة أنا شادة الموضوع هذا كله. عيب نعجبك راهو صار حتى تمام يا فندم معناها. تمام يا فندم أحلى تحية للشرطة. بارك الله فيك بارك الله فيك. ولي عليكم تتعبوا في روحكم يا لله، ولي تشمشموا وتاخذوا في اخبار الناس وتنقلوا في اخبار الناس، عيب هذا عيب، هذه فتنه وهذه نميمه مش كويسه. علاش؟ بالعكس احنا هيك نساهموا ونسبقوا في الاخبار وهذا نقول وهذا ونطبطبوا على بعضنا ونعرف ونقولوا كل شيء. طبطبوا على بعضكم. ايه باه، واخبار العالم شنو درتوا فيه؟ ما عالم هذا، اخبار العالم هذا بصراحه يا طيب ما عادش يهمنا، احنا اللي يهمنا سعر الدولار، فلانه اتطلقت، الراجل هذاك راجلها اخذي عليها امراه ثانيه، ايه هذه الحاجات اللي تهمنا، السيوله اللي ما فيش، المشكله البنزين، المهجرين، الدنيا هذه كلها، هذه يا سلام، هذه اللي تجيب الدوا وتهدريز على الشاهي ونعرفوا الاخبار بعضنا ببعضنا. ما تقولي ليش مدايرين قناة إخبارية جديدة؟ لا هو احنا مش إخبارية، لكن احنا موزعين يعني لهذه الأخبار، لما نتلاقوا كل واحدة تجي وتجيب خبر جديد معاها وعاد بعدها هيك كل واحد يتكتك عاد أي معلومة نبي تعرف. أنا ما زال خاطري في حاجة واحدة، مش أنا بس، أنا وجاراتي كلهم ما زالت هذيك الشايدر اسمها خيرية نبوها تجي، نبو نعزموها باش
عاد تجينا من هنا وعلى زي هالقعميزة العالة هذه وتهر الشكارة. ها لحظة 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 تلفون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيوة أهل أهلا يا أهي، إيه كيف حالك فايزة شو أخبارك؟ غير حولي حولي الضغط عندك مش كويسة. إيه شنو قلتي؟ نسمعي. لا لا أنا طيب نقعد زين نشرب طاسة شاي كيف جاي. إيه لا لا هي على أخبار هي وين؟ أمتى صارت هذه؟ ردوا بالكم. اسمعي لازم المجموعة لازم المجموعة كلهم يجوا، ايوه كلهم يكونوا حاضرين، هذا ما موضوع مهم وخطير، ما فيش حد يغيب، وانا اولكم، ردوا بالكم تديروا حاجة. باهي خلاص ماشي الحال، اسمعي نتلاقوا عند صالحة باهي باهي باب السلامة باهي يوصل يوصل حاضر. تسلم عليك صاحبتي. الله يسلمها في اخبار جديده؟ ايه في. وخلوا الناس في حالها يا بنتي، خلوا الناس في حالها، مالكم ومالهم، خلوا الناس في حالها، كل حد في حاله. ليه التقصقيص هذا؟ لماذا التقصقيص هذا؟ من راقب الناس مات هما يا زاهيه. من ما يقنب الناس مات هما يا طيب. لا يا طيب مش هيك، يعني هيك راهو نصلحوا في الاخطاء بتاعنا ونتحاولوا يعني نحاولوا نعلموا ونقولوا كذا وكذا. بالعكس احنا راهو مهمين في الشارع، احنا وضعنا ايجابي مش سلبي زي اللي تقول فيه. بالعكس ايجابي، قالت لي والله ايجابي. وكان قلت لي على جارتكم هذه وكذا، راهو لقيتي الخبر عندي الصح. شنو؟ شنو قلت؟ ان شاء الله انت تعرف الخبر نتاعها ومازال ما قلتليش وقعد لي توا. عليك بالله نبي نعرف. حتى صالح مبكر لو اياها ما عرفناش علاش اتطلقت وهي عندها صغار. يعطيني بكشه يعطيني بكشه. ما هو جمعتنا في القهوه استدرجوا رجلها غديكايه وقصقصوا فقال لهم القصه، قال لهم عليها القصه، قال لهم وانت هكي برد وما تقوليش. يلا يلا ها ها هذه ودني. يلا قول شنو تبيني نقول. نقول يا ودي فكيك من الدوة الزايدة ومن الإشاعات ومتفترين ومتقصقيص على الناس. غيرة اقديمة اقلب. نقول لك فكيك من الإشاعات وفكيك من نقل الأخبار من مكان لمكان. حلوة الإشاعات كي مرة تغير الجو. باي حتى هذه قديمة غيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. من راقب الناس ما أتهمن يا زهية. إهدى إهدى وتو أنا شنو بندير؟ ديك طاسة الشاهي ونبي نقول لك المثل الشعبي بتاعنا. لا مازال بنقول لك حاجة تانية. قول أي. بنقول لك يلي تسمع كون في طين وافهم في الماس وفي الطين وفيق بسرعة للطبطين وللكذبة هلي لماعة ووقف ضد الإشاعة. تفضلي. هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا هي هنا وتلقاها عند الجيرة. تلقاها عند الجيرة وتلقاها عند الجيران وتلقاها عند الجيران وتلقاها عند الجيران. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.